يعني طب شو قصتها المعلم انت سويتها؟ يعني مش لحالي، ما في شيء لحالي سويته. أدري ما يعني قصدي لما عدتوا غنيتوها وعملتوا فكرتوا انه حتضرب؟ يعني هي لما بتوصلني الاغنيه بتوصل ديمو عادي بالبيانو تسمعه عادي. ف يعني انا شفت هذا، لما قلت انا شفت انه هذه الاغنيه لها مستقبل اذا عملنا فيها توزيع جديد، ان اذا جددنا فيها شيء ممكن يكون فيها يطلع منها شيء. فانا شفت هالصوره، وجلال الحمداوي الموزع والكاتب وملحن هذه الاغنيه كمان قال لي يو نو وات، يلا بسم الله.